أجواء صيفية على كل المناطق الشمالية والجنوبية، تبقى نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر نحو سواحل الوسطى والغربية. خلال الظهيرة ستتشكل بعض السحب الركامية نحو المناطق الداخلية، قد تتحول إلى سحب رعدية منعزلة نحو منطقة الأوراس. خلايا رعدية منعزلة أيضا ستميز مناطق شمال الصحراء مع أجواء مغشات، وهذا إلى غاية الجنوب الغربي، أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار وتاسيلي والجنوب الشرقي، بينما أجواء مشمسة بوسط الصحراء إلى غاية منطقة الواحات. نشاط بعض الزوابر الرملية المحلية يبقى يخص مناطق وسط الصحراء. عن الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة تفوق 20 درجة على كل المناطق الشمالية، خاصة بغليزان ستقرب 26 درجة، 29 درجة منتظرة بغردايا، ببسكرة الواد 30 درجة، بورقلا، ببرجبجي مختار وإنجزام 25 درجة فقط بثمن راس، بينما ترتفع إلى غاية 35 درجة هذا بتندوف. أما فيما يخص الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة الغد إذن ستبقى مرتفعة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة بعنبة سكيكدا، بجاية، العاصمة، مستغانم ووهران 35 درجة منتظرة على كافة الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، نفس المقياس بقسنطينة وتلمسان، بينما ترتفع إلى 39 درجة بتيزي وزو وال41 درجة بغليزان. جنوبا تبقى أجواء حارة، درجة الحرارة تفوق 40 درجة، من شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي ستقرب 42 درجة، بينما ترتفع إلى غاية 46 درجة من تندوف نحو وسط الصحراء مع 37 درجة فقط بثمن راس. أما فيما يخص حالة البحر ليوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والغربية، الرياح تكون ضعيفة لكن تصبح معتدلة محليا لتقارب 40 كيلومتر في الساعة، وتأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية.